اسمي محمد عبد العزيز، عندي 40 سنه، من حوامديه. كنت شغال نجار مسلح، يعني اول ما اشتغلت حاجات كتير طبعا، يعني لدرجه ان انا اشتغلت كنت بشخلل العصافير عشان ما تاكلش العنب، يعني كل حاجه. كنت بكسر بطيخ في الجبل، كنت بشيل طوب، كنت بشيل رمل، كنت بعمل كل حاجه. بس استقريت بقى على نجاره المسله، يعني كنت مفكر بقى هي اللي هتنقل لي حياتي، لان كانت تقريبا يعني في الوقت اللي انا اشتغلت فيه كانت اليوميه اللي بناخدها او الفلوس اللي الاجر اللي بناخده كان كويس، يعني جنب الصناعات التانية او الشغل التاني. وكملت فيها، قعدت تقريبا حوالي 27 سنة ما كملتش تعليمي، طالع من تالتة اعدادي ما بعرفش اقرا ولا اكتب. حاولت بعد كده لما علمت نفسي شوية، بدأت اقرا شوية، اجيب الجورنان، استهجى شوية، لحد ما يعني بقيت مثلا 50% 55% على الاقل عشان انفع نفسي، اقرا يافطة بتاع عنوان الكلام ده. حاولت ان انا اقدم منازل واكمل، طبعا كل المدارس كل ما اروح مدرسه لا استكفينا، لا ما سيه مشتركه، ما مش هنقبل حد الكلام دوت، وخلاص سلمت امري بقى. بص بقى، الفكره دي اقول لك على حاجه، جيت في ايام الكورونا بقى كنا قاعدين في البيت، فكنت بعمل حاجات بالسلك النحاس، اكسسوارات وخاتم مش عارف ايه الكلام ده. فجيت قلت ايه، فكرت كانت دي اول حاجه اعملها، ده فكرت اعمل حاجه مصغره زي كده خرسانه. طبعا هو في كتير، بس انا اخترت طريقه الشغل الصعبه اللي هي تجيب لي كل التفاصيل. فبدات بقى بده، بدات بقى اطور، يعني حتى كل دور هتلاقيه بشكل يعني بجودة معينة، أو لحد ما وصلت للمستوى ده. في ناس كتير يعني مش مقتنعة أو مش مصدقة أصلا إن ده شغل، ده كل ده. في ناس تقول لي ده فوتوشوب، ناس تقول لي ده جرافيك. لا يا عم طبيعي أهو، والله خرسانة، حاجات بسيطة جدا. يعني بص هقول لك على حاجة، نسبة 50% من شغلي عادي التدوير، يعني لو صفيحة سمنة بستعملها بقى. بص مثلا صفيحة السمنة عملت منها البراويطة. بص الطوب ده عبارة عن جبس وحاجة اسمها أكسيد، تديني اللون اللي أنت شايفه ده عشان يبقى طبيعي كده. طبعا أنا جربت حاجات كتير، يعني عاوز أقول لك إن أنا مثلا كنت ممكن أبقى محتاج إن أنا أشتري لبس، محتاج ان انا محتاج حاجات كتير، كنت باخد الفلوس والله كنت يعني بحوشها على نفسي واروح اشتري بيها الحاجات اللي انا بشتغل بيها. دخلت على التيك توك بقى، يعني انا ما كنتش لاقي محتوى، فبدات في المحتوى ده. انا ما كنتش متخيل اصلا، بحلم ان انا مثلا اكمل 10,000، دلوقتي خلاص داخل على 150,000، 150,000 متابع. انت متخيل انت وصلت لدرجه ان في ناس بتكلمك وبتعلقلك وبتقول لك انا بحبك من غير ما يعرفني ومن غير ما يشوفني. ده بقى ده معمول بجد حقيقي، دي فيلا في باديه الصور الجديدة. كنا شغالين في بادية بنعمل الفيلل دي، الوحدات دي. فانا جيت خلاص سبت الشغل، انا اصلا بطلت النجارة، شغال دلوقتي في الكهرباء. انا كان معايا اللوح بتاعت النموذج ده، فانا دخلت تحدي بيني وبين نفسي، لان هو اصلا كبير، يعني مش كبير كحجم، فيه تفاصيل كتير. فعملته بكل التفاصيل اللي فيه. البيت اللي احنا قاعدين فيه اهو، ده عملته من الكرتون. المهم ان انا ما بضيعش وقت، اي وقت فراغ قاعد فيه بعمل اي حاجه. انا يعني ممكن اكون شوف انا طالع مثلا ابقى لابس نظيف وخلاص، انا مقرر ان انا هاخد مثلا ريست شويه مش هشتغل، ابص الاقي نفسي كده لا اراديا بجيب الحاجات وانزل هدومي دي متبهدله، بس مش مهم، انا عندي هدف عاوز اوصل له. في 150,000 بيتابعوني، ما هو مش بيتابعوني كده وخلاص، يعني اكيد شغلي عاجبهم، اكيد الناس اللي بتبعت لي كلها برد عليها. اللي عاوزني اساعده في شغل زي كده بساعده، اللي بيسالني على خامات بقول له، اللي عاوز يعرف حاجه دي بتتعمل ازاي بقول له، عاوز تعمل حاجه، عاوز تتعلم تعال انا اعلمك. بس في ناس بقى بتستغل الموضوع، هي الناس مش مستوعبه اصلا الموضوع بالنسبه لي مكلف. يعني سيبك من ان انا اللي عامل الفكره او ان انا صاحب الفكره دي اصلا، انا صاحب الفكره، طريقه الشغل ده ان انا باين كل التفاصيل دي، لا انا ما ببصش لكده. انا حاسبها مثلا يا عم زي بعض، اكني شغال، بس شغال في انا قاعد في البيت وشغال، يعني بطلع يوميه، طلعش اكتر من كده، ما بكسبش اكتر من كده. انا بنزل اجيب الحاجه، يعني ممكن مثلا مشروع تخرج هيتكلف مثلا 4,000، ممكن يصرف له مثلا زي 1000 جنيه كمان. طبعا سيبك بقى من كهرباء وسيبك من الكلام ده كله، لان انا شغلي كله مسدس الشمع والكلام ده. وباخد فيه قد ايه؟ يعني انا باخد فيه قد ايه؟ باخد فيه وقت،
يعني مش يوم ولا اتنين ولا ثلاثة، انا ممكن مثلا مشروع تخرج يجيلي اقعد فيه مثلا 7 ايام 8 ايام 10 ايام على حسب. ليه؟ انا عاوز اسلمك احسن حاجة. بص انا ممكن ابقى قاعد كده تجيلي فكرة انفذها دلوقتي، والحمد لله في حاجات بتيجي معايا من اول مرة. يعني الطوب ده جربت فيه كتير بصراحة عشان اوصل له حاجة زي كده. الادوات كلها، الكوريك، المسطرين، الكلام ده كله، كل ده بجيبه من اول مرة. الكوبري دوت انا كنت بجرب فيه بس. يعني ليه؟ انا عاوز اعمل حاجة. انت تمشي في العاصمة الادارية، انا شغلي في العاصمة الادارية، تمشي في العاصمة الادارية انت اصلا يعني انت مش في مصر، انت شايف مباني جديدة عليك، حاجة جديدة عليك. يعني عاوز اقول لك ان انا ساعات بيحصل لي هوس من شكل المباني، المباني الجديده ده بجرب فيه عشان عاوز اعمل حاجه تكون برضو شكلها كويس وشكلها محترم. غيت الحمام دي بقى اول ما عملتها كده على البيت ده، بدات اعملها صندوق كده وخلاص، لحد ما وصلت ان انا يعني لا انا عاوز ابين التفاصيل اكتر، انا عاوز اوصل للحاجه ان انت تشوفها هي 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 كده، هي هي على الحقيقة، انت شايفها كده بس مصغرة. المحطة دي بقى، المحطة دي انت بص شفت الشغل القديم بقى، التراث القديم ده، انت توقف قدامها كده حاجة مثلا ليها كام سنة، ليها زمن وعمر واقفة على كده، فشكلها عجبني فنفذتها، خدت لها كام صورة ونفذتها. دي فيلا بخشب وفيها حمام سباحة، دي برضو هي فكرة جاتلي في ساعتها قمت ننفذها. في حاجات طبعا انا باخدها من برة، بس يعني باخد ايه، باخد الفكرة بس الشكل بس، انا بشتغل ليها طريقتي، انا بشتغل ما بغش من حد. انا في على فكرة في ناس كتير عرضت قبل كده كذا حاجة انا عاملها، قلت مثلا انا هبيع المحطة القطر بتاع الحمام دي لصالح فلسطين، يعني حد يشتريها. كلمت جمعية قال لي ماشي خلاص بعت لي الصور وكبر دماغه. يعني انا اصلا يعني معظم شغلي ساعات عاوز اتبرع بيه بس مش عارف الطريق فين، مش عارف اروح لمين. طيب اقول لمين؟ يعني انا حابب الناس يعني كل اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش يدعمني، لان انا ما بعملش حاجه غلط وما بعملش حاجه وحشه، انا يمكن بحاول اعمل حاجه ايجابيه. انا 40 سنه دلوقتي خلاص يعني، وكنت بتمنى والله من الاداره التعليميه بتاع الحوامديه تقبل ورقي واكمل تعليمي، بس انا ما كنتش عاوز حاجه اكتر من كده، انا ما خدتش اي اتجاه غلط، انا راجل عاوز اكمل تعليمي.